يا جماعه سايت وزاره العدل بسوي توكيل ولا زحمه ودور واقف. المهم سالت الموظفه قالت لي عندنا خدمه جديده اسمها خدمه محرر اونلاين، هنشوف هالخدمه شنو فيها. الحين دخلت على البرنامج الموجود على الجهاز، واضح ان الخطوات سهله وما يبي لها شيء. اول شيء استلام منفق، انا بستلمها من مجمع الوزارات. نوع الوكاله توكيل خاص. الفئه انا ابي توكيل خاص عادي. توكيل خاص. الشخص الهنية ابو الرقمي المدني. توقيع. عقب ما دخلت البيانات رقم المدني حطيت توقيع نفسه انطق على استمرار. بعدها طالبين رقم المدني للشخص اللي بسوي له توكيل. ندخل رقم المدني والصفة المهنية محامي. بعدها نضغط على استمرار. اوكي طلعت لي تو الديباجة، واضح اني اقدر اعدل عليها واضيف وامسح مثل ما ابي، بس انا بخليها مثل ما هي. فخنطق على اصدار. طب ظهر عندي رقم مكون من 4 ارقام، وصل لي مسج على التليفون. الحين خروح نشوف الموظف المسؤول عن هذه المعاملة شنو يقول لي، نشوف شلون يقدرون يساعدوني. السلام عليكم، عندي رقم طلب خذيته من خدمة محرر اونلاين. شكرا بطاقة اولوياك. عد حركات والله يا جماعة. بس استلمت الوكالة بسرعة، والموظفة فادتني ان اقدر اقدم على الوكالة حتى وانا بالبيت. سناب البعد احط لكم اللينك ان شاء الله.